تنغرم كل راحتنا عشتنا يا ابو مجاهد. احنا جيران يا اخوي ونجر لحق يا اخي. وبعدين دور غيرها واحمد ربكم. بعد هاليومين قاعد اضطر جيبتها. لك سر جدان تودونا كوبي بريمي بري توتسكي. هاوي ومحاكم تعرف مالنا بهالامور هذه؟ وش دخلنا احنا بهالامور؟ ومقدرين بعد حق الجيره. لكن لا تحبنا ندعي عليك. يا الربع اصبروا شوي اصبروا شوي الله يهديكم. الحين احنا يوم اجتمعت وترانا نبيها فرصه يعني يمكن نلقى لنا حل لهالمشكله ولا شيء منا ولا منا. يا ابو مهنا الله يهديك ولا ما تتكلم في الموضوع. يا بيع ما هنا بيع والغنم ما تطلع من الحوش والحين اقبل الشتاء. يا ابو مهنا يا ابو مهنا العام بالشتاء اخرقتنا الريحه خنق مع المطر والرطوبه. يا جماعه الخير انا عندي حل. اسمع عندي حل زين. ان شاء الله ان شاء الله ان هالجمعه عندك كم ساعه تبي تصير جمعه خير. انا متفائل ان الحل ان شاء الله هالمشكله عندك. ان شاء الله يا مهنا بس انت عاوني فكر. اروح اجيب لحم بعد الزمان. انت بهواك انقبلت ولا هذا حلالك؟ وش عندك كم ساعه تكلم؟ اسمعوا يا الربع ممتاز واكبر من حوشك ذا وفيه مويه وكهرب. وش قلت؟ بعيد يا ابن الحلال قريب. اسمع يا مساعد اجار انا ماني مستاجر. لما اجره هو الرئيس.